إذن مستمعينا بعد لحظات غادي نبداو فقرتنا فقرة تغذية مع الأخصائية أسماء زريول. ما تنساوش كذلك اليوم حلقة مهمة في 11:15 بإذن الله، بقوا معنا في السماع لأن غيكون معنا المعالج النفسي عثمان بن شقرون. اليوم غادي نتكلموا مستمعينا حول أحد التقنيات العلاجية بحمام الثلج أو لو غلاسي. إن شاء الله اليوم غادي نتعرفوا على هذه التقنية وشنو علاقتها مع التوتر ومع الضغط. غادي ناخذوا فاصل غنائي بعد ما غنتواصلوا مباشره مع اسماء، اولا ناخذوا اسماء، يلا ناخذوا اسماء زريول معنا مباشره. فاليوم مستمعينا غادي نتكلموا حول مخاطر استعمال بعض الاعشاب بشكل عشوائي. صباح الخير اسماء. صباح النور حبيبه، صباح النور جميع. صباح الخير اسماء، مرحبا بك. اليوم اختارينا نتكلموا على استعمال بعض الاعشاب بشكل عشوائي. كيف ما كتعرفي اسماء، العشوب ما تيخطوناش من الدار، يعني اي بيت مغربي حتى اللي ما عنده غير شويه ديال الزعتر في البلاكار، ياك اسماء؟ اكيد طبعا، يعني الاعشاب والتوابل وغيرها من الاساسيات اللي كنستعملوها حنايا في يعني في اليوميات ديالنا. وهذا الشيء ماشي غريب، ولكن الظاهرة اللي كاينة الآن واللي كنبغيو نحذرو منها من خلال يعني الإذاعة الوطنية والبرنامج وهذا الفقرة بالضبط، هو واللي هي يعني شي حاجة اللي كخايديب. دابا باش كنهضرو في الإذاعة الوطنية خاصنا ندوزو لمسائل اللي كخايديب واللي يعني الحاجة اللي هي فعلا صحية وجيدة. المشكل اللي عندنا هو أن الناس الآن ولا الظاهرة على السوشيال ميديا عرفت أن الناس كتبغي هادشي ديال الوصفات وهادشي ديال الأعشاب، فولات كتقول أي حاجة يعني أي حاجة، أي وصفة، أي حاجة تفرص تتقول لهم بغيت تديروا عندكم هاد المشكل وخذوا هاد الأعشاب. ولدرجة أنه ولا كيتم من كينصحوا الناس بأعشاب خطيرة ومعروفة حتى منذ الأزل أنها خطيرة. مثلا ينصحوا الناس بالقرفل، ينصحوا الناس بالحرمل، ينصحوا الناس يعني بأشياء اللي يعني ما يختلفش يعني هاد الناس أنهم خطيرين. وأنا كنت شفت واحد الفيديو عندك أسماء جوستمون على الحرمل، وفي الحقيقة يعني استمديت الموضوع من هاد المنطلق هذا ومن هاد الفيديو، لأن تكلمتي على الحرمل كمادة سامة اللي كتستعمل يعني كمادة علاجية، في حين أنها راه ماشي مادة علاجية، نبخروا بها هي ولكن ما ناكلوهاش تماما، لأن الاستعمال الداخلي ديالها صعيب بزاف. هي واحد المادة للاستعمال الداخلي يعني ناكلوها عن طريق الفم، شي حاجه اللي كتحمل العديد من المخاطر، العديد من المخاطر اللي عندها علاقه بالتسممات. الحرمل راه شي حاجه اللي يمكن الانسان يعني الانسان يقدر يتسمم على 7 الحبات، كاين اللي غيتسمم على 4 الحبات، كاين اللي ولا كاين اللي كتقولها بحال واحد الفيديو دايرين باز واحد السيده كبيره في السن عند بالها كتنصح الناس، شنو كتقول لهم؟ خذوا مثلا صفو راه غتطلع في شنو هي صفو، صفو سافيدي غادي تاخذ واحد على الاقل غتصف معلقه صغيره اللي هي بزاف، وكتقول لهم 40 يوم، عرفتي شنو هي تصف الحرم 40 يوم؟ راه مصيبه، راه كارثه، نعم كارثه فعلا. نزيدوا حاجه اخرى، هو انه الناس كيجيو تقول لك ولا وهادشي حنايا هادشي مولفين وخذوها جداواتنا فينا ايتو، لا خطا، الناس ديال دابا ماشي هما الناس ديال شحال هادي، النظام الغذائي ديال الناس شحال هادي كانوا الناس كياخذوا اغذيه اللي مازال كتخلي الكبد ديالهم قادر مثلا يصفي واحد لا دوز. دابا لا، دابا الناس كاملين اللي عندهم الكبده عندهم يلا عنقد الحال، لان شنو كيكون عندنا؟ كنلقاو داك الشحنه في الكبده نتيجه النظام الغذائي اللي ولا عندنا، فما بقاتش كتقدر انها تصفي وتخدم بديك الافيكاسيتي اللي كانوا الناس كياخذوا قدروا ياخذوا الحرمل وما يدير لهم والو. حنا سيبا يعني ماشي نفس الاشخاص، احنا الان مجتمع اخر بناس اخرين بنظام غذائي اخر بحاله صحيه اخرى، وزيد عليها اننا ما كنضبطوش نهائيا يعني الدوزاج. حنا كنشريو الحرمل ما كنضبطوش شحال خصنا ناخذو، شنو هي لا دوز مينيمال اللي غناخذو. الناس تدخل تقول لك واحد احنا ارتاحينا،
على الحرمل على القرنفل على راه كاين زعما نفسيا معروف ان كاين واحد الحاجه اللي كتسمى لي سي بلاسيبو. شنو هو؟ هو انني تلمون كنكون مقتنع بداك الشيء اللي شفتو كناخذو وكنحس بالراحه. يعني لدرجه ان حتى حنا في المختبر ملي كنبغيو نديرو بعض التجارب كاين بعض الناس تنعطيوهم مثلا غير الماء، وحدين كنعطيوهم الضو باش كنديرو اختبارات، وحدين كنعطيوهم غير الماء. هادوك اللي عطيناهم غير الماء وعند بالهم خداو الدواء، اللي خداو الدواء عند بالهم راه عند بالهم كي هما خداو الماء وكيحسب براو، يعني واحد الاعراض خفات كيقول لك انا ما بقاش عندي الحريق، هو راه واخد غير الماء. فهمتيني كيفاش؟ يعني لي سي بلاسيبو عند بالو في الدماغ وعندو ديك القناعه غيشد بالتشافي. وكاين اللي كيحس عاود بالتشافي، تقدر مثلا الحرمل كيقول لك وهو مزيان البومزوي، راه الحامل اصلا عنده لاكسيون ديالو ولا المفعول ديالو على الجهاز العصبي. نعم. وبومزوي المشكل ديالو مع الجهاز العصبي. فمني تياخذوا الحرمل بحال كيدوخهم، فهمتي؟ بحال كيبنجهم تيدوخهم، هما اصلا كانوا شحال هادي وهذه ماشي صحيحه، كانوا كيعطيو الدراري الصغار اللي باش كينعسوا ويتكالماو، وهذا الشيء راه عندهم مضاعفات، راه ماشي كانوا كيعطيوها شحال هادي صافي، راه ديك لا براتيك ولا ديك الممارسه اللي كانوا كيديروها راه صحيه ومزيانه، على هما عرفوا علاش وحدين قراو وحدين ما قراوش، وحدين خرجوا ديبيل وحدين خرجوا اذكياء. نعم. فهمتي كيفاش؟ دونك يعني هذا الشيء يعني ما مضبوط. ملي كنتكلموا على الدواء وكنقارنوه بهذا الشيء، شنو الفرق؟ الدواء على الاقل عندك واحد لا ليست، ما غاديش مع لانكوني، مع شي حاجه اللي مجهوله، عندك واحد الليستة فيها شنو هما الاعراض اللي ممكن يسبب لك هذاك الدواء. يعني انت عارف شنو ممكن يسبب لك، يعطيك واحد 20 اعراض جانبي. نعم. الدوخه، التقيه، هذه انت عارفها بعدا على الاقل. حتى مثلا لو وقعت لك شي حاجه كيعرفوك خديتي داك الدواء، كيعرفوك كيفاش غيتعاملوا معاك. المفروض ان الدواء كيتعطى بوصفه طبيه. اما هادشي ديال الاعشاب، كاينين اعشاب اللي ممكن نستعملوها، الزعتر، فليو، هذا لويزا، نعناع، هادشي ممكن نستعملوه، ولكن تجي وتنصح ليا باعشاب اللي هي توكسيك، هنا خاص فعلا 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 تحذير. يعني هنا خاص فعلا الناس نحذروها من هاد من بحال هاد الاعشاب، وماشي اي واحد صالحه ليه اي وصفه، الناس راها كتختلف. نعم، انا خليتك تكلمي يعني لان فعلا من المهم جدا اننا نعرفوا باللي ماشي كل ما هو طبيعي راه مفيد للصحه ديالنا والجسم ديالنا. هناك استعمالات اللي هي خطيره جدا، ممكن تأدينا وممكن توصل الى مضاعفات خطيره الى حد الموت. فالاعشاب بشكل عام اسماء نستعملوها ونعرفوا الكم والكيف ونعرفوا علاش غادي نستعملوا هاد الاعشاب، وماشي بطريقه يعني عشوائية، يعني غنشوفوا ويومية. نعم. فعلا يعني ماشي بطريقة يومية، لأن كما تيقول المثل حاجة ملي كتزيد على حدها كتنقلب إلى ضدها. فإن شاء الله أكيد لنا لقاء معك غدا أسماء.